أن مشاهدة الأفلام الجنسية تضاعف خبراتهم وتعطيهم أفكارا جديدة لعلاقة حميمية ناجحة مع أزواجهم، لكن في الحقيقة هذه المواد الجنسية الصريحة التي هدفها الأول والأخير هو جمع الأموال من خلال ارتفاع نسب المشاهدة قد تطيح بالعلاقة الزوجية تماما وتؤدي إلى أزمة نفسية كبيرة بين الزوجين. فعلى الرغم من خروج هذه المواد الإباحية عن الآداب العامة وتعاليم جميع الأديان، إلا أن الإقبال على مشاهدتها يتضاعف يوما بعد يوم. ولذلك نستعرض 4 خدع موجودة بهذه الأفلام الإباحية تجعل من العلاقة الحميمية حلم وخيال يصعب تحقيقه في الواقع، مما يرفع من معدلات الطموح لدى الزوجين للحصول على علاقة مثالية دون أن يدركون أنها مجرد خدعة قد تؤثر عليهم نفسيا بشكل سلبي وتوجه حياتهم الزوجية نحو الجحيم. أولا، هذه الأعمال تخضع لمونتاج احترافي. يعمل المونتاج على إزالة كل المشاهد الزائدة أو الفاشلة من العمل الفني، وهذا ما يحدث تماما بالنسبة لهذه الأفلام الإباحية، فاللقطة الواحدة تعاد أكثر من مرة ويؤخذ الأفضل منها ويترك لنا شكلا مثاليا للعلاقة الحميمة، وهذا الكمال والمثالية غير موجودين بالنسبة للعلاقة العادية، مما يجعل الزوجان ينفران من بعضهما باحثين عن الكمال الذي لا نراه سوى داخل هذه الأفلام. وبالنسبة لطول المدة، تؤثر هذه المشكلة دائما على السيدات الباحثات عن مدة طويلة للاكتفاء والتشبع من العلاقة الحميمية، ودائما ما يقارن بين أزواجهن وبين أبطال هذه الأفلام دون أن يدركن أنها مجرد خدعة سينمائية. وهذه الفترات الطويلة للعلاقة التي قد تتخطى الساعة ليست موجودة في الواقع وليست من قدرات البشر. أما القدرات الخارقة للأعضاء التناسلية الموجودة بهذه الأفلام الخارجة عن الآداب العامة فهي مجرد قدرات مزيفة من الممكن أن يكون ورائها الأدوية الكيميائية أو الخدع البصرية، فلا يصح تماما أن نقارن بينها وبين العلاقة الطبيعية. أما بالنسبة للأجسام المثالية والممشوقة فهي أجسام مختارة بعناية ودقة ولها مواصفات خاصة، ولا ننسى أنهن سلعة مدفوعة الثمن لكي تخرج للمشاهدين في هذه المشاهد، وفي الغالب يكن قد خضعن لعمليات تجميلية حتى تظهرن بهذا المظهر اللائق 100%، ومعظم أوقاتهن في الجيم وصالونات التجميل. ولذلك فلا تقارن بأي حال من الأحوال بأي امرأة مسؤولة عن منزل وأسرة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائك، كما يمكنك مشاهدة المزيد من الفيديوهات الثقافية المتنوعة من خلال الضغط على رابط القناة.